تعتبر فترة الدورة الشهرية من أصعب الفترات التي تمر بها المرأة، ومن المشاكل التي تؤرق الكثير من النساء مشكلة تأخر نزول الدورة الشهرية. وهناك العديد من الوصفات الآمنة التي من شأنها حل هذه المشكلة دون حدوث آثار جانبية. أولاً، البقدونس. يعتبر البقدونس أهم النباتات الطبيعية الهامة لتنظيف الجسم وبشكل خاص الرحم، ومحتواه العالي من مضادات الأكسدة والمواد الغذائية يساعد على تنظيم الدورة الشهرية غير المنتظمة وتسريع قدومها إن تأخرت. تستطيعين تحقيق النتائج المرجوة إما عبر تناول عصير البقدونس المكون من بقدونس وماء مضروبين في الخلاط كل صباح، أو عبر تناول مغلي البقدونس. ويشتهر البقدونس بخواصه الفعالة لتخفيف آلام الطمث، إذ يحتوي على بعض المواد المحفزة للرحم، ما يساعد على سرعة تدفق الدورة الشهرية وتنشيط الدورة الدموية داخل الجسم. كما يساعد تناول البقدونس على تسكين آلام الطمث الناتجة عن التقلصات الشديدة للرحم خلال تلك الفترة، ويسبب الشعور بالراحة سريعاً. ثانياً، الأناناس. تتميز فاكهة الأناناس بغناها بالأنزيمات والعناصر الغذائية المفيدة التي تعد نافعة بشكل خاص لتنزيل الدورة الشهرية المحتبسة وتنظيمها في الأشهر القادمة وتخفيف آلامها كذلك في كل مرة. فقد قومي بإضافة شرائح الأناناس إلى القليل من الماء في الخلاط، ثم قومي بشرب العصير الناتج كل يوم ببساطة. ثالثاً، القرفة. تساعد القرفة عموماً في تحسين صحة الجهاز التناسلي عبر قدرتها على تنظيم الهرمونات في الجسم، وتأثيرها الإيجابي المحتمل على تنظيم الدورة الشهرية وتعزيز تدفق الدم في الجسم. تستطيعين الاستفادة من القرفة فقط عبر رش القليل منها على طعامك ومشروباتك الساخنة، أو بإمكانك شرب كوب من الحليب الساخن مع ملعقة من القرفة المطحونة. رابعاً، فيتامين سي. في بعض الأحيان من الممكن أن يساعد تناول مكملات أو مصادر فيتامين سي في تنزيل الدورة الشهرية. السبب وراء ذلك يعود إلى تأثير فيتامين سي على مستويات كل من فيتامين البروجسترون والإستروجين، وهي الهرمونات المسؤولة عن الدورة الشهرية. جدير بالذكر أنه لا يوصى بتناول مكملات فيتامين سي لتنزيل الدورة الشهرية دون استشارة الطبيب والتأكد من عدم وجود حمل. وعلى الجانب الآخر، يجب عليك الانتباه إذا كنت تعانين من تأخر الدورة الشهرية أو عدم انتظامها قبل زواجك. فتأخر الدورة الشهرية عند البنات قد يكون لها بعض المؤشرات المهمة، لذا من المهم إخبار الطبيب بتاريخ الدورة الشهرية عندك.